السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الخيوط، معكم فاطمة حذيفة. رح نكفي اليوم بترون سمسم ونعمل الشعر للبنوتة والشعر للصبي. رح نبدأ أول شي بشعر البنت. طبعا هي الطريقة مختلفة وكتير كتير حلوة وما بتاخد صوف كتير وما بتاخد وقت كتير ومميزة أكيد. نحنا سبق وحكينا عن طريقة الشعر الكيرلي بثلاث طرق. اليوم رح نعمل طريقة جديدة لنعمل فيها الشعر، يعني هي الطريقة الثانية اللي نحنا بنتعلم فيها الشعر، أو فينا نقول الثالثة لأنه في بترون نازل كيف نحنا نعمل الشعر العادي. تمام، نحنا هلأ رح نجيب الخيط اللي رح نستخدمه. نحنا رح استخدم انا اليزي ديفا، ان شاء الله يبين على اللون الاسود لانه رح اعمل الشعر اسود. طبعا العيون هي بعد ما عملت لها انا الاكريليك، هي انا عندي الخيط. رح ابدا واعمل دائره سحريه، صرنا بنعرف نعمل دائره سحريه. رح نحط طرف الخيط المنتهي على ايد على ايدنا، وطرف المكب رح نلفه بشكل اكس. ندخل السنارة من اول خيط وبنسحب الخيط الثاني، نمسك سنارتنا مزبوط والدائرة السحرية نمسك خيطنا مزبوط، ونعمل عدة البداية حتى نثبت الدائرة. هلأ احنا رح نشتغل حشو. رح اعمل انا 6 حشو داخل الدائرة السحرية، 1 2 3 4 5، هاي 6 حشو. رح سكر انا دائرتي. طيب هلأ الدور الثاني رح يكون عندي تزايد بكل الغرز، فوق كل غرزة رح تكون تزايد، بينتهي معي هيدا الدور ب12 غرزة. 1 2، هاي اول تزايد، 3 4، هاي تاني تزايد، 5 6، ثالث تزايد، 7 8، رابع تزايد، 9 10، خامس تزايد، 11 12، هاي سادس تزايد. احنا خلصنا الدور الثاني ب12 غرزة. الدور الثالث رح يكون عنا حشو تزايد، حشو تزايد لنهاية الدور 6 مرات تكرار، بينتهي معي الدور ب18 غرزة حشو، وتاني غرزة رح تكون تزايد. رح اعمل نور الكاميرا وارجع لكم. خلصنا هلا الدور رقم 3، هلا عنا الدور رقم 4. رح يكون عندي 2 حشو تزايد، فيني انا احط الماركر حتى ما ضيع الغرزة. 2 حشو تزايد، 1 حشو 2 حشو، والثالثة رح تكون تزايد. هي تزايد، بنتهي الدور معي ب24 غرزة. رح خلصه ورا الكاميرا وارجع لكم. هلا الدور رقم 5، ما عم يبين يمكن لانه اللون اسود. الدور رقم 5 رح يكون عندي 3 حشو تزايد، 1 2 3، والغرزة الرابعة رح تكون عندي تزايد، بينتهي معي الدور ب30 غرزة. رح انا اخلصهم ورا الكاميرا وارجع لكم. هاي خلصت انا ادوار التزايدات. هلا نحنا رح نبلش نعمل خصال الشعر. هلا هيك انا حسيت انه كتير منيح، رح امسك مثلا دبوس وثبت هاي فيها شوي. مثلا رح بلش انا، شوفوا وين رح احط طرف الخيط اللي معي، رح احطه على جنب. رح انا اشتغل هون، تمام، رح ثبت بالنص. هاي ثبتت انا القطعة عندي بالنص، تمام. انا ليش حطيت الطرف هون؟ حتى انا شوف حجم الغرة اللي انا رح اعملها. الشعر من الامام، الشعر من الخلف رح يكون غير. مثلا انا رح حدد من هون لهون حتى نعمله الشعر يكون قصير، بعدين نحنا بنعمل الشعر اطول. هلا هيك انا حددت، فينا مثلا هلا نحسب السلاسل اللي نحنا رح نعملها. مثلا فينا نعمل سلاسل طويلة بعدين اقل، 1 2 3،
أربعة، عفوا، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. مثلا تسعة رح أطلع هاي 10، 11 بداية رح تكون هون هيك، تمام. رح أعمل مثلا هاي أول وحدة عادي. هلأ بشيل الدبوس، بشيل اللعبة على جنب. هلأ أنا رح بلش أعبيهم. بعبي فوق كل سلسلة غرزة حشو عادية، هاي الطريقة بعبيهم عادي يعني للسلاسل. انا ما بدي اياهم يكونوا ملفلفين من قدام. هلا رح نشوف كيف نحنا رح نعملهم لفة، حتى تكون اللفة بس من ورا. رح اعمل هاي الغرزة كمان. هلا خلصت انا السلاسل، بروح على الغرزة اللي جنبها ورح اعمل منزلقة هاي الطريقة. هلا برجع انا برتفع سلاسل، بس رح ارتفع سلاسل اقل. مثلا هاي 8 سلاسل تقريبا عملت، تمام. وبرجع بعبيهم. هيك وبرجع بطلع انا سلاسل. مثلا هلا راح اطلع تقريبا 5 سلاسل او 6 سلاسل، وكمان بعبيهم وبعملهم. مثلا بعمل الغرز اللي بعدهم كمان راح يكونوا نفس العدد. راح اعمل انا كم دور وارجع لكم لنشوف كيف راح نكفي. هيك انا عملت شوي منه، طلع معي بهيدا الشكل. طبعا هون الغرة فيكن تتحكموا انتو بالموديل اللي بدكن اياه، ممكن تعملوا وحدة هيك ووحدة هيك وهون تتركوه فاضي، وفيكن تعملوا الموديل اللي بدكن اياه. هلا انا بس عم اعلمكن الطريقة وانتو فيكن تعملوا الموديل اللي بدكن اياه. رح نكفي ونحنا نعمل الخصل اللي ورا. طبعا هلا انا رح شيل هدوك، خليني اشيلهم. تمام. هلا الخصل اللي ورا رح يكونوا اطول اكيد، تقريبا فيكم تحطوا العدد اللي بدكم اياه. طبعا انا ما رح اعد سلاسل، فيكم تحطوا 20، لا حيكون يمكن قصير، 30 هيك شي تقريبا. بتوقع لو انا عملته هيك هي رح يوصل لهون، يعني رح يكون مناسب. لو حبيتوا يكون تكون الشعر اطول كمان ممكن. تمام. هلا نحن بس رح نخلي الفتلات اللي ورا رح نخليهم مبرمين. فرح نحط اول 5 سلاسل تقريبا، رح نحط 2 تزايد كل غرزة. هي عملت تزايد بغرزة وحدة، هي عملت تزايد كمان، هي تزايد، هي تزايد. فيكن مثلا تحطوا العدد اللي بدكن اياه حتى بس تلفوا تبرم. مثلا رح اعمل 6 او 7 تزايد مثلا، فرجيكم كيف رح يطلع بالنهاية. ورح كفي أنا لفوق. هلأ بكفي عادي فوق كل غرزة سلسلة، رح كفي حشو. رح أعمل أنا هيك هيدي كلياتها، الدائرة كلياتها رح أعملها بهي الطريقة.
وارجع لكم نشوف النتيجة النهائية. هيك انا خلصت الشعر، بقص الخيط عندي طويل شوي، هيك صار شكله. هلا رح انا جربه شوي، هي رح يكون بهيدا الشكل، بس باقي انا زبطت الشعر على الاطراف هيك. طبعا بدنا نجيب دبابيس، شوفوا شو بدكم تثبتوا انتو بالبداية. طبعا بنحط الغرة اللي نحن عملناها بهيدا الشكل، بنثبتها هي اول شي، وبعدين نحن بنثبت الاطراف اللي ورا. انا رح ثبت هدول المنتصف، فيكم ثبتوا هيدا بالسيليكون، وبعدين الاطراف هدول الخصل يعني بنثبتهم بالخيط اللي نحنا تركناه طويل. هذا الخيط هو اللي تركناه، هدول هلأ بثبتهم. طبعا هدول الشعر هون، هاي التبريمات نحنا بنظبط لها البرمي شوي هيك، بنخليها تلف هاي الطريقة، هاي الشعر من ورا. طبعا رح نحاول نحنا بعد ما نثبت طبعا القاعدة اللي من فوق الشعر، وقت اللي بدنا نثبته رح نعمله هيك. طبعا ما بنثبته كله، بنثبت شوي بس مثلا لهون، تمام، وبنخليه يكون مرتب يعني الشعرة ورا الشعرة هيك، تمام. بنترك الأطراف عادي مثلا هيك بهي الطريقة. انا رح ثبت شوي شوي بس لحتى ثبت القاعدة من فوق. هيك انا ثبتت القاعدة من هون بالسيليكون. فيكن انتو تثبتوا خصلات الشعر، بس بدكم تحاولوا ما يبين السيليكون معكم. انا بحب ثبت الخصلات بالخيط نفسه. هاي ثبتت انا الغرة من قدام، هلا رح ثبتهم بالإبرة. طبعا ما في هلا، انا بس كل ما خلصت الدبوس رح نقول لورا لنشوف كيف رح نثبت. ما في داعي نثبت طبعا الشعرة من فوق لتحت، لا احنا رح نثبت الطرف التحت بس. رح اطلع من هون، طبعا الخصلات اكيد رح يعذبونا شوي بس ما مشكلة. رح شيل اول دبوس، تقريبا هيك انا ثبتت. برجع بدخل بنفس الغرزة من تحت. هلا رح اطلع انا للخصلة الثانية هيك، هلا على الخصلة الثالثة. طبعا الديفا لانه ناعم كتير،
والخيط مشدود فإجباري يعذبنا شوي. هي الخصية الثالثة طبعا، بس هدول الخصلات رح نشد الخيط هيك. فيكم تعملوا الغرة موديل تاني، يعني أكيد فيكم تعملوا الموديل اللي بتحبوه، تدوروا على الإنترنت أو جوجل أو فيسبوك أو حتى يوتيوب، تكتبوا الشعر بطريقة الخصلات، أعتقد هيك رح يطلع لكم. في كتير طرق حلوة نعمل فيها الشعر، هاي الطريقة بس الموديلات بتختلف. تمام، ثواني هيك راح اطلع انا من هون بغرزة صحيحة كرمال انا خلص تثبيت. هلا هيك نحنا ثبتنا الغرة، هلا راح نثبت الشعر الخلفي. بما انه انا ابرتي من هون فرح بلش من هون، رح لزقهم انا هيك ببعض والخصل، والتثبيت رح يكون نفس المستوى. طبعا بدكم تشدوا الشعر شوي لتحت هيك، هاي الطريقة. فيكم تثبتوا شوي من هون حتى نشوف نحنا المجال اللي معنا ما يكون شيء أكتر من شيء. لا شوفوا هيك رح يكون عنا كله كامل، منكفي نحنا تثبيت بهاي الطريقة. رح انا ثبت الشعر كله كامل هاي الطريقة ورا الكاميرا، ثبت هدول الخصلات بعدين بنزل هدول الخصلات وكمان بثبتهم مظبوط. نرجع لنشوف النتيجة النهائية اللي صارت معنا. هيك أنا خلصت شعر البنت، صار معي هيك. فيكن مثلا تلبسوا قبعة، فيكن تحطوا لببيونة أو بندانة، فيكن تعملوها بالطريقة اللي بدكن ياها. هلأ نحن رح نعمل شعر الصبي. شعر الصبي رح يكون على مرحلتين، مرحلة خياطة ومرحلة تثبيت شعر.
رح أول شي نثبت الشعر. طبعا بدنا نقص الشعر اللي نحنا بدنا نحطه لون هيك، يعني يكون صغير. أنا هسه كمان رح أقصه بعد التثبيت، رح أقصه من بعد التثبيت. طبعا رح نثبت نحنا الجزء الأمامي فقط. رح نعد من أدوار التناقص، 1 2 3، برابع دور تناقص هون. يعني رح أعلم شوي بالقلم، هاي كانوا تناقصات كاملة هون، عفوا هون 6 تناقص بالنهاية، هون التناقصات كاملة، 1 حشو تناقص، 2 حشو تناقص، 3 حشو تناقص، هاي 4 حشو تناقص، وال5 حشو تناقص، يعني بين الأربعة وبين الخمسة، يعني هيدا الدور. رح أعلمه أنا هيك شوي. تمام، رح نعلم تقريبا الدائرة كاملة هاي. هاي الدائرة راح نحط فيها هيدا الشعر. طبعا صرنا نعرف كيف نركبه لهيدا الشعر. اخذ السنارة الأصغر، بدخل انا بالغرزة كاملة بهاي الطريقة، بسحب خصة الشعر من المنتصف بعمل هيك. راح كفي انا هاي المنطقة كلها ورا الكاميرا. طبعا رح تكون غرزة غرزة، يعني ما بينفع انه نحنا نقص حوالي غرزة، بس هاي المنطقة رح اعملها من ورا الكاميرا وارجع لكم. هاي خلصنا تركيب الشعر، هاي النتيجة طلعت معنا. طبعا بس لنخلص نحنا بنمشطه ونظبطه. هلا الطريقة الثانية، الجزء الثاني، يعني نحنا رح نعبي هاي المنطقة، بس ما رح نعبيها مثل اول مرة عبينا فيها، لا رح نحدد جزء من تحت تقريبا هيك لعلى التعيين، ورح نعبي فيه. طبعا رح نبدأ من هون وننزل خط مثلا هيك او هيك، فينا نعد بعد العين، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 هيك، وهون رح يكون هيك. طبعا بنحاول نحنا نعملهم على التناظر، وهون نحنا رح نعبي. طبعا رح نجيب خيط، الخيط البني اللي نحنا كنا شغالين فيه، ورح نبلش من هون، نبلش نطلع ننزل للمنطقة اللي نحنا علمناها. هيك نضل رايحين جايين بهاي المنطقة لحتى نعبيها كاملة. طبعا ما في داعي نشد الخيط كتير، لا عادي. فيكم تعملوا الخيط على طاقين، فينا مثلا هون نرجع هيك. المهم انه نحنا نعبي هاي المنطقة. كل ما خلص الخيط نحنا بنرجع بنعبي خيط تاني هيك. هاي الطريقة الثانية رح نكفي فيها تعباية الخيط، تعباية الشعر. رح خلصن انا ورا الكاميرا وارجع لكم شوف النتيجة النهائية. هيك انا خلصت الرأس من ورا هاي الطريقة. هلا فيكم تردوا الشعر للأمام بالطريقة اللي انتو بتحبوها هيك.
لك انا طلع عندي الصبي وهي البنت. بقي عنا الملابس والحذاء. الحذاء فيكم تعملوه نفس الرجل من هون، بس فيكم تستخدموا خيط اكبر، ولو حبيتوا تستخدموا نفس الخيط فانتوا رح تزودوا غرزة بالبداية بالسلاسل اللي نحن بنعملها اول شيء. هيك نحن عملنا الشعر ووصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الشرح وعجبكم طريقة الشعر للبنت وطريقة الشعر للصبي. ما بننسى انه الباترون سمسم لسلفي الصياد، وعم نشتغل حاليا بدورة شو انجزت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.